وصل السلايد دي بس كيف بالنسبه لي عشان اعرف القانون ده. يبقى انا احنا قلنا كل جهاز زي زي مثلا البايب قلنا بنقدر نعرف الفوليوم فلويد والبريشر صح؟ جينا عند البامب قلنا نعرف الفوليوم فلويد البريشر وكمان الباور والمومنتم والافشنسي صح؟ هتلاقي دايما ايه اللي متفق معايا؟ البريشر والفوليوم فلويد. هنا انا عرفت البريشر اللي داخل على الباب ايه اللي ناقص لي؟ الفوليوم فلويد يبقى خلاص انا اجيب الفوليوم فلويد بتاعي. بص القانون ده يبدو ليك صعب وطويل. القانون ده باختصار باختصار بيقول لك ان الفوليوم فلويد للبامب هو عباره عن كونستنت في دلتا بي في الجهاز ده او الكونستنت في البي اللي ماشيه جوه السيستم اللي ماشيه جوه السيستم ناقص البي ار اللي هو الكراك بريشر موجود في الجهاز اللي في البي اللي جوه السيستم. يعني كان الفوليوم فلويد دايما دايما فانكشن في مين؟ في البريشر ديشنز. فاهم؟ موضوع في الكونستنت. الكونستنت ده بيختلف على اي اساس؟ تري نعم؟ سيستم؟ لا. دلوقتي انا عندي كل ماشي هو فولت. على الفولت نفسه. نوع الفولت نحاس ولا ستيل؟ لا. هو كان هيلاقي في حته كده مربعه احاول ان اشاع في ما انا بس في كل حته صح؟ طب لو واحد عمل كده اهو عمله سموثي هتلاقيه مشي مع مين؟ مشي مع الباور. فبالتالي كفاءه الشارج بقت عاليه او الكوفيشن ده وصل لواحد وبالتالي ممكن الكوفيشن ده يتشال ويتحط مكان واحد. اه كده ها؟ طيب عايز تبص كده عندي عشان تفهم اكتر عندك لوب ماشي في الماسور وحطيت انت خانه كده ديسك كده مفتوح في النص شارب قوي الفلو هو كان بيحصل كده وتلاقيه عمل دوامات كتير عمل تفاقيم في ايه في المخرج معنى كده عند الاكزت او الشارج هي شارب اتشز هي حاده جدا بقتش توزع الفلو كويس عملت شويه لوسز. واحد تاني بيسال انا عامل ازاي بقى؟ طيب يبقى كده بالنسبه للفولت ده
لازم اعرف هو البريشر والقانون مين الفوليوم والفوليوم. قال لك طب هو البريشر ديفرنس ده اللي هو هنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه اوفر رايت بريشر. وده ساعات انا بقول لك اوفر رايت بريشر قد كده، او ده فرق الضغط اللي يسمح بمين اللي هو متعلق في سيستم مع الريليف فولف. لو قلت لك ان هو واحد مثلا او اثنين او ثلاثه معناها ان البريشر بتاع السيستم بتاعك اعلى اعلى من الكراكنج بريشر واحد فولف مثلا او اثنين فولف او ثلاثه فولف. انا جاي؟ طيب يبقى انا ساعات ممكن ما ادالكش تو فاليوز سيبريت، اقول لك الاوفر رايت بريشر في المساله بس كده. فانت لازم تبقى عارف ايه؟ بص كده دي المسألة اللي جيش رايح سنة ثانية. وإيه بقى كان عنده هنا بومب، كان عنده مولس، كان عنده إيه؟ أكويتر وعنده فورس. تقريبا أنا مرة في الميتر تقريبا قلت لهم احسبوا لي الفورس هنا. ومرة في الفاينل قلت لهم احسبوا لي البريشر والفوليوم والريت عند كل ديفايس. الميت ما كنتش اسحب الديفايس المختلفه، فعملوا الديفايس المختلفه كانها بلاك بوكس ان تو اوت، يعني في البريشر داخل في البريشر خارج. لكن في الفاينل بقى قلت لهم تفصيل، عايز تفصيل بتاع البريشر والبولت وليت عند كل ايه؟ عند كل سيكريت وايز او ديفايس. تمام؟ عشان كده انت تعرف القوانين دي. هنا مش واحد الابلكيشن او الايديا بتاعت مين؟ الريف. هو هنا هيشتغل لغايه الريف بول خلاص؟ يقول لك ايه لازمين في الاول؟ هو بيقول لك لو انت شغال السيستم ده من غير الريف بول ممكن حاجه تتكسر. تعال تفهم معايا كده، انت عمال تحط ايه؟ تخلي الدوره تلف، الدوره تلف، وهنا بتزود اللود، عمال تزود البراميل، ايه اللي هيحصل؟ البريشر بيزيد صح؟ لما البريشر زاد في السيستم اللي حصل؟ لما تجيب سيرش سيستم هتلاقي البامب اتكسر من هنا. بص بقى ده بقى كده عند البريشر عمال يزيد، الضغط النازل ده عمال يزيد. فهو ايه؟ اول ما زاد الريف فولف عمال يوديه للتاني. فقال لك تخيل معايا ان انا هشيل لك دلوقتي الريف فولف. هشيل حاجه بقى اللي هو فالبامب ايه؟ البامب راح مكسور. لا الريف لازم يخرج الحته هيكسر لك ايه البامب؟ يبقى يكسر لك احدى الكوم، يبقى يكسر لك البامب، يبقى يكسر لك الثاني. هيروح على اقرب حته ويكسرها. ده كده مطلوب هيقول لك بس كده هيقول لك انا بدخل بخلي الباور يخش يزق الفلو ببريشر عالي، فتخلي شويه حاجه زي جير كده او ريه تلف، فتلف السير خلاص. هنا هيبدا يشرح الفكره اللي هي بتاعت الريليف فولف ده بتاع شكرا. طول ما البريشر اللي جاي في السيستم اقل من الفورس اللي على الكوبيت عمرها ما تفهم. هو هيبدا يرمي شويه ويخف من النقل الفودي الفورس، وبالتالي هو ده طبعا بيرمي. اول ما البريشر اللي هو هيزيد هيبدا يفتح من النقل او اسف البوبل ويبدا البوبل الفودي يعدي من هنا خلاص. ودي فكره باختصار، هو الريت دلوقتي يبدا واحده واحده يخرج من الفلو، وكل ما يزيد البريشر تفتح البوبل بتاعته، لان هو الفتحه بتاعته على قد البريشر اللي كل ما البريشر زاد يدفع اكتر. ماشي كده؟ فاهم؟ طيب ده اسمه ايه؟ دايركت اكتف ريليف فولف، وده اللي علينا في الكورس ده. طيب قال لك طب لو هو البريشر لو عالي قوي مش ينفع استخدم اللي هو الدايركت ريليف فولف، بس انا حاجه اسمها دايركت اوبريتنج ريليف فولف. من اسمه في حاجه بتديني سيجنال، يعني في حاجه اسمها بتديني سيجنال اسمها ايه؟ دايركت ايه اوبريشن ريليف فولف. ده في مستين، اول حاجه اللي هو بيبقى كونتراكت شويه والله. تاني حاجه بيستحمل بريشر اعلى، يعني يقدر يخليه يشتغل مع سيستم البريشر بتاعه عالي قوي خلاص. عيبه ان هو غالي حبتين، والريسبونس تايم بتاعه ايه؟ قليل. ليه الريسبونس تايم بتاعه قليل؟ تعالى نقعد كده ونبص عليه.
بص يا ابني، هو هنا المفروض في الستاندرد انا عندي فيه غش من هنا وهو من هنا، صح ولا لا؟ بص كده بقى في حته زياده، ده في نط من اهو اللي هو الجراف، وفي عندي هنا بوبت تانيه، دي فول بوبت وهنا سلايدنج بوبت اللي هي ايه؟ مستطيله كده بتنزلق. قال لك والله الاول انا عندي شايف فتحه كده، شايف الفروع فتحه هنا في النص، فتحه موصله لغايه فين؟ لغايه فوق هنا، شايفين ولا لا؟ ولا سيبنا احنا؟ طيب صح؟ طيب الفلو هيمشي اهو، الفلو يبدا يمشي واحده واحده لغايه ما يزق مين؟ النب اللي فوق او البوكت اللي فوق اسمه، اول ما يزق البوكت اللي فوق راح معدي هنا شويتين فلو، والفلو بعد كده يركز مع زياده الضغط قوي تروح زايد معاه كمان، خلاص؟ روح كل الفلو هيمشي والعكس بالعكس. طب ده عمل ايه؟ ده كده جزء مساعد فوق خلى ان انا شرع البروش اعلى والحجم ايه؟ اقل. طب هينفع احقق الكلام ده بالدايركت ريليف فولت؟ اه طبعا، بس الفولت هيبقى ايه؟ اكبر. يعني عند نفس البريشر لو شغلت بالدايركت ريليف فولت هيبقى لك ايه؟ مش اعلى، صح؟ تاني حاجه الريسبونس تايم مختلف. رغم ان البريشر زاد هنا في الاول، رغم ان هو ما فتحش مباشره، ليه؟ خد وقت عقبال ما وصل لفوق، زق البوكس دي اتفرع بعد كده ايه؟ الباقي، صح؟ معناه كده ان هو الديلي بتاعه خد وقت عشان يفتح، التاني يفتح مباشره اول ما بتوصل الفرصه ايه؟ خلاص؟ فالريسبونس تايم انت اللي بتحدد، انا عايز ريسبونس تايم سريع، ريسبونس تايم ايه بطيء، خلاص؟ فاهم؟ هو هيبدا يشرحه مع الفلوس ده، شوف حاجه هو بس هيشرحه، هيقول لك ازاي الفلوس زق، الفلوس اتمشى اهو، هيبدا يرجع لورا ويزق البالانس ما بين الفورسز فمفيش حركه. مجرد ما البريشر يجي شويه في السيستم، البول اللي فوق دي هتتجه لورا، يقول لك البومب لاين بريشر بتزيد، البومب لاين بريشر بتزيد، اشتغل اول ما تعب بدا اللاين فوق هنا ماين، لسه ما وصلش لغايه ايه البريشر البوكت في النص، اول ما البالانس يتهز يبدا ايه؟ كومنت في الحلقه. خلاص ده يرجع تلاقي كمان البومب في النص. ويخرج بقى ايه؟ انا فاهم؟ ده اسمه بايلوت بريك. القوانين اللي عندك كلها واللي عينها في السنه دي واللي هتيجي في الامتحان على مين؟ دايت بريك بريك بوم. لكن في الاورال نقول لك ايه الفرق بينهم طبعا؟ ايه المزايا ده ولا وعيب؟ التاني طبعا رفيق. هو حتى الان لما حطيت الريليف فولت اصبح ما غيرتش
الموسم بتاع اللوب. هيبقى اوبن لوب امتى؟ لو الريليف غلط فبالتالي اوبن، بس هو رجع تاني للتانك فبالتالي بالنسبه لي ذا اوفر بروسيس كده. لو انت عملت النوز ثانيه في الميكاترونكس انا ما اعرفش حاجه مش جد؟ بس ما بقاش ايه بتوه برده تمام؟ في حاجه ما اعرفش في حاجه حد يقول لي واقف بتناقش في حاجه؟ هو هنا هيبدا يقول لك دي سيرت الكاميرا بتاعته هنا اهو تاخد من التانك خلاص وهنا هتلاقي عندك 200 دي اس اي اللي هو البريشر بتاعك خلاص بعدهم وده كان اقصى بريشر في السيستم لو عايز مش مصدقني هنا كان الوزن قد ايه؟ 2000 باوند وهنا الاريا قد ايه؟ 10 سكوير انش اقسم ده على ده يديك كام؟ ال 200 دي اس اي صح؟ فالفلو بيروح يطلع البتاع وبعد كده يرجع تاني ايه؟ يرجع تاني من الـ دايركت ايه؟ نقول هو طلع التانك خلاص؟ طيب هو هنا هتلاقي برضك في شويه ريليف نرجع له تاني ده كده سيستماتيك واجب اكشوال اوبريشن لسه الاكشوال اوبريشن هيبان لما يبدا يزود الماكس اللي بيحطها فوق هنا هنجلس هنا عشان نشوف الفلوس اللي بتتحط واقول لكم امتى تشتغل هو هنا زود 1 2 3 4 5 خمس بلوكات كل واحده 2000 وراح اتقفلت على مين؟ على على السلندرز فخلى من كله اي سطر ده يبقى هو هنا ايه؟ 1000 دي اس اي ماشي؟ هو مركز الكنترول الريليف فالف على بريشر معين خلاص؟ اللي هو اقل من 1000 دي اس اي ايه اللي يحدث؟ لو انا ما عنديش الريليف فالف واحد بقى غبي كده عمال يحط وزن في المصنع عامل عمال يحط وزن 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 هتلاقي السيستم ده كله متدفق خلاص الريليف فالف صغير ومش غالي قوي هيعمل لك ايه بقى؟ بص تطلع لك ايه؟ البامب ما تروحش على السيستم البامب تروح ايه؟ لغايه ما البريشر فوق يقل بعد كده وايه؟ ايه؟ نكمل ونطلع لك فانا جاي؟ ماشي؟ يعني طول ما هو هنا 8000 بي اس اي لو قلت عليها الدنيا ماشيه هي 8000 اهو اول ما يوصل 10 بص 8 لسه ثانيه اول ما يوصل 10 والمايك سيستم كله ويطلع على فين؟ على بره على الريف واطي ماشي؟ بص على الفيديو براحتك في البيت انا هدي صحابكم السلايد دي سبار بوينت الفيديوهات دي انا واخدها صوت تحت على يوتيوب يعني انت ممكن تبص عليها على يوتيوب لا لا مش كارثه يعني هي شغل كبر هي اندر كبرايت بس انا صح ما اعتقدش ان انا استخدمت كبرايت صح انا خدت اليوتيوب واول ريفرنس بتاعي طيب البريشر ريديوسنج فالف زي ما قلنا الهدف منه هو ان انا اركبه على سيركت او تو سيركتس واحده مين واحده ايه سكندري السكندري البريشر بتاعها اقل منين؟ من المين سيركت بيبقى عباره عن شويه فالفز مع بعضيها ريليف مع تو كلوزنج فالفز وفي النص مفيش ايه؟ الريديوس بريشر. قال لك والله الريديوس بريشر ده يزيد امتى؟ امتى ازود ازاي ازود البريشر الريديوس ده؟ حد يعرف يديني فكره بالشكل اللي قدامك؟ الريديوس بريشر ده ازوده لو انا ايه؟ قفلت اريا ايه؟ قفلت المحبس قدام شويه. كل ما اقفل المحبس رقم 2 ده الريزيستنس قدامك تزيد يحصل ايه في البشر جيمس تزيد. طيب حاجه ثانيه لو انا فتحت اريا واحد ايه اللي يحصل في الفلوسطي؟ كل ما كبر المساحه الفلوسطي ايه؟ لما الفلوسطي تقل البريشر سوا ايه؟ يزيد في علاقه عكسيه ما بين الفلوسطي والايه؟ والبريشر. لو مش مصدق بص على البرنول ايكويشن
برنولي بيقول لك ايه؟ برنولي بيقول لك ان ال على رو بلس البي سكوير على 2 بلس جي زد ار كونستنت. لو افترضت ان الليفل او التنشن زيرو فلو الفلوسيتي زادت البريشر لازم ايه؟ يقل ومحافظ على الانرجي صح؟ مع كده كل ما بفتح الاريا واحد كل ما البريشر تساوي ايه؟ يزيد. معنى كده لو انا عملت البالانس ما بين التو بريشرز ما بين البوليفوريت عن واحد واثنين استخدمت قانون الجرام ده يطلع لك ان الريدوس بريشر ده بريشر له علاقه ما بين البريشر اللي جاي في السيستم والارياز في الوضع بتاع الفلوس. يبقى انا اقدر اتحكم في البريشر اللي هيوصل للسكند لوب استخدام مين؟ تو سلوت فالفز معاهم ايه؟ ريليف دول اكسكلود من الامتحان. ده كده من داخل في مساله الامتحان. ولكن اعرف بس الاطمئنان انا كل عملت اوبن فوليو فلوريد عند واحد هو فوليو فلوريد عند اثنين ولكن مش كل هو هو في لسه حد وراه ولا خلاص كده؟ حد وراه؟ حد يخش تاني؟ طيب ورقه بقى بعدين طيب دايركشن كنترول بار معلش انا عارف ان انا مش عارف اعمل بس 26 واحد من 120 مش كويس عارف مش كويس معلش دايركشن كنترول بار هو يا بص يعني احنا اتفقنا قلنا على واحد في الاول وانا بشرح المحاضره اللي فاتت بدات اقول الدايركشن كنترول بول 4 على 2 و3 على 2 و2 على 1 كده كمان لما قلت ايه؟ لما قلت محدش بقى يكتب بس مش ممكن 3 بوزيشنز خلاص 1 2 3 3 4 3 بوزيشنز 4 ايه؟ 4 بول يبقى ده 4 على ايه؟ على 2 العمليه مش طالبه صح كده؟ 4 على 3 ايه؟ كنترول بول دايركشن كنترول بول يبقى أربع مداخل أهو وثلاث إيه؟ ثلاث أوضاع. هنتكلم فيهم بس عايز منهم حاجة. خد مني بس الأمور. البي معناها إن جاية من إيه؟ من البومب برانش من البومب سباي برانش. جاية من عند البومب على طول. التي تاني تاني. إيه والبي؟ دي كونكشنز على البي خالص. وارد إيه يكون راجع وارد يكون بإيه؟ مش فاهم عبد الله فيو مش كان مش ستاندرد لكن الستاندرد هو مين؟ البي مش كده؟ هنا هو لو انا افترضت ان انا كل الوظائف بتاعتي متوفره فشويه الليكويد اللي هنا او الكويت اللي هنا بتساوي كل اللي ورا الاكويت ايه الوضع؟ ان السلندر هو في النص اتحرك يبقى وضعها في المنتصف وليها ابلكيشن اه مش طول الوقت خلاص لو انا عايز اخلي السلندر دي تمشي كده اعمل ايه؟ اغير البوزيشن بتاع الفولت اوصل ايه؟ اوصل هنا اخلي البوزيشن صح؟ احسب حسب اه احسب ايه؟ اخلي الفولت على ايه؟ فيوصل كده ماشي؟ اهم حاجه يخش على كل ده طب لو انا عايز ارجعها خلاص يا مشكلة؟ يبقى ده كده 3 بوزيشن ولا لا؟ 3 اوضاع ولا لا؟ 3 اوضاع 4 ايه بوردز 4 او 4 ميشنز يبقى بسميه فاكر الاول ميشنز وتحت ايه الاوضاع 4 ديفايد ايه 3 دي سي ايه بورد ماشي؟ عندها مشكلة؟ طبعا دي انواع بتاعتها هي ده اسمه 2 بوزيشنز 2 كونكشنز او 2 على 2 ده برضك 2 على 3 3 كونكشن اس 3 على 2 3 كونكشن 2 بوزيشن اند سو اون بقى 4 على 2 3 على 4 خلاص تمام ماشي شوفوا الدايركشن كنترول بورد في المعمل صح؟ اه شوفوا الرقم شوفوا النوع ال 1 اكشن وال لا الا حد كده تشوفه بايده كده وظبطه
غوص نفسه وزيت كده خالص امسك ده ايوه ده اللي بيبقى ليه بيبقى ليه الجويستيك معين بيحول الفالف من مكان لمكان يعني بيحول مثلا الضخ من جاي من البايب للتاني انواعه خصوصا البالجون عباره عن بقول حاجتين من الانواع ازاي بتحكم فيه وازاي هو جوه بيتحكم في المكان معنى ايه لو انا كنت اقول ان جواه بوبت كده ماشي بوبت هي اللي بتتحرك جواه او سلايدنج زي كده يبقى مسؤول بتاعه في كل ده تسد الايه المكان لو هو كره زي ما كده بس دي تايب دي سي في لو هي سبول او اللي هي سبايدر سكوير اهو بسميها ايه او سيلر بسميها سبول تايب دي سي في هيجيبوا معاك اناليسيس لا هيجيبوا معاك اناليسيس بس ده اكتر خلاص وفليكس اكتر ماشي بص كده معايا انا عايز بس تخيل معايا حاجه ان الروبوس هو عامل ازاي الوقت اللي هي بتحتل اهي يعني هي عباره في الاخر ان هي فتحه يعني اللي هو كان كام ده تبع اللي هو ده الرمز بتاعه شايفين الرمز بي تي اي طيب ده معنى كده الفتحات بتاعته كلها جوه اهي لو انا اهو الفلو ده في مين داخل مع النظام هيعرف يعدي الفلو لا ليه مسدود طب اي فلو هنا يروح فين؟ يروح على التانك يروح على ايه؟ وصل ايه؟ ماشي؟ لو انا وصلت الايه؟ يروح راجع ايه؟ زي كده وراجع التانك ماشي؟ طيب ده كده نوع تاني برضه اللي هو سبول بس في كام بورت؟ A B T كم وصل التانك؟ وصلتين وانا برسمهم برسمهم ايه؟ وصل واحد. ما هو في الاخر اللي راح التانك ايه؟ حاجه واحده بس. ماشي؟ يا دي يا دي. ها؟ خلي بالك انت بترسمنا في الامتحان، يعني انا كده مش مطلوب مني ترسمهم في الامتحان. انا بس تعرفني ده وتعرف ترسمهم من جوه عامل كده. يعني انت لو خدتهم جوه تلاقي ايه؟ عامل كده من جوه. ده اللي هو النوع الثاني او هو اسمه لو انا عايز اتحكم في النص اعمل ايه بقى اجيب 3 بوزيشن صح
وهيوريك ازاي ان هو يقدر يتحكم فين؟ في حركه السلندر والقطع. كده السلندر هو ايه؟ هو عايز يوحد فاهم؟ الساعة دلوقتي 2 ونص. يعني حاجه زي كده بص كده كان هو الماء عايش
جاي من بطنه مضغوط، يحرك الريش دي، الريش دي تتحرك ايه؟ تصير متركب عليها لفف ايه بتاع، بسميه هيدروليك موتور. ماشي هيدروليك موتور. لكن ده لينا ايده اللي انت عمال بتشوفه من ايده بصور، ما عمال اشغل فيديوهات واطفيها كلها ايه؟ رينجر اكتريك. سلندر بتتحرك ورايح جاي. نفس اللي صورنا من زمان ايه؟ الروبوت ايه؟ الهيدروليك اكتويتر اللي هو منه تنفيذ اوبريشن معين في منه دنيا زي ده، او على اي سبيلر، او هيدروليك موتور زي ده، او هيدروليك اكتويتر زي ده. وده اللي بتلاقيه في الباور بتاع العربيات. خلاص يبقى عندك فوق جيمز كده او ورم جيمز، وتلاقي هي بتطلع وتنزل اللي هو الروتري اكتويتر او زي ده. روتري اكتويتر في السيرفر اناليسيس. انت قلت لي خلاص انت سكانر، انا عارف معاك. لو انت بصيت المكان هتلاقي ان الفورس اللي بتاثر في الحته دي هي عباره عن ايه؟ بريشر. تجربه صح؟ المفروض تعمل بالانس من الفورس للناحيه الثانيه. لو هي واقفه في النص فالفورس من هنا مساوي مع الفورس من هنا. طب الفورس الناحيه الثانيه بتساوي ايه؟ بريشر فوق في اريا. المشكله مشكله بس انهي اريا اللي هتقول؟ لا الاريا ناقص الاريا بتاع الروبوت، لان الزيت مؤثر بس على مين؟ على الحته دي، مش مؤثر على الحته في النص. الناحيه الثانيه مؤثر على كله. خلي بالك في المساله اللي بتحلها، انت بتحل المساله هتلاقي ان هنا بتنقل البريشر لغايه الحته دي، بعد كده تنقل البريشر للحته دي، بعد كده تحوله فورس. فلازم تبقى عارف تحويل الاريات، لان لو طبقت فيها مساله طبقت. ماشي؟ يبقى الاريا هنا غير الاريا بتاع الوش ده. واعتقد المهندس ابراهيم قال لكم على الموضوع ده صح؟ قال لكم التانك والحته اللي ورا مش زي اللي قدام، صحيح؟ يبقى الفورس عامة اللي بتتولد هنا عباره عن مين؟ بي 1 الاريا بي ناقص مين؟ بي 2 اي الاريا اوف. طبعا الفلوس تحت الاكتويتر احسبها ازاي؟ احسب الفوليوم فلو ريت على الاريا. بس انهي اريا؟ والله كل واحده الفوليوم فلو ريت بتاعها عليها فوليوم فلو ريت واحد على الاريا بي اللي هي الناحيه دي، فوليوم فلو ريت اثنين هو من ظهر الهوم على مين؟ اريا اه زي ما تحب. بس لازم تعرف محتاج فورس محتاج مين الفلوس. لو انت عرفت الاثنين دول فانت وصفت الاكتويتر بتاعك. وانا عرفت سرعه مين؟ لكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 بيقول لك والله ان الحقيقه الفورس المتولده مش جايه بس من فرق الضغوط على الوشين بتاع السلندر. ده في شويه فريكشن معاك. لو انا قلت لك في الامتحان اسمح لك ثلاث نقط وفي المساله تبقى فريكشن موجود، فعشان اولد الفورس لازم اطلع الفورس برضه اكتر من كمين. الفريكشن انت بتيجي مين؟ حركه البيستون جوه السلندر. شفت فريكشن؟ نفس القصه الفلوستي هي فوليوم في الطريق على مين؟ على الاريا. بس اطرح منها شويه من اللي بيحصل عندك في السيستم. ماشي؟ ده الايدر ايه؟ ده الاكشن سيستم. دي كده خلاص بقى بص كده شرح كله بقى انيميشنز. دي حركه السيستم دي حاجه السيستم خلاص. هتلاقي الفلو على وش واحد بس. الناحيه الثانيه ما فيش فلو. عشان كده بسميها السيستم سيستم. بتروح الفلو بتروح ترجع بس كده. الناحيه الثانيه مين بيوصل معايا؟ دي الضغط الاكل رايح جاي الفلو رايح وراجع من حته التين. ماشي؟ المفروض ده كده الكنترول اوف سيجل اكتنج هيدروليك سيلندر بشكل عام كده. لو انا بقى دلوقتي قلت لك اسمع ارسم لي دايره ارسم ممكن ترسم لي حاجه زي كده. ماشي؟ دي هي سيجل اكتنج الفلو يروح ويرجع تاني نفس الطريقه.
هل ينفع اعمل 4 بورتس حاجه زي كده؟ لا اوفر كل محتاجه ايه 3 بورتس بس. هنا الكوبل وهنا هنا الفور جروب وهنا نفس المكان نفس البرانش. انا موصل فوق برانش واحد بس مش 2 برانش زي الاول. تو اللي هو بورتس ثانيه اللي هي دوت اكتنج سيلفر ده في وصل منين؟ مور من انا لو منك الاول دلوقتي ابدا احفظ بلوكات خلاص بلوكات مع بعض عشان اعرف اعمل سيستم في الامتحان. دي دوت اكتنج بص هنا بص ده في 3 بوزيشن 4 بورتس ايه دي سي اخر ريبورت اخر حاجه خلاص الابلكيشن اللي ممكن نشوفه نبص عليه مربع. قبل ما نبص على السيستم ده خلينا نبص على واحد من اهم الابلكيشنز اللي موجوده في حياتنا اليوميه هي عربيات الاختبار اللي ما بتفتحش يعني بتكتب زي الداتا والاجمع اللي بتصور العربيه ماشي؟ عربيات الاختبار انت بس بتتحرك ايه؟ انت بتتحرك ايه؟ اكتويتر كل اللي بتعمله بتتحرك الاكتويتر ما بتتحركش حاجه تحت. الاكتويتر اهي ده ايه؟ الاكسيوت بتاعك او اس ان اس ده الفولت بتاعي دي سي فولت بهرب دي سي فولت بس ما بس كل اللي انا عايزه كل اللي انا عايزه ان انا اخلي ايه بس انا بزق عشان اسمح للفلو يغير مساره. بص كده مساره هنا ايه يروح لمين؟ لمين بس ده اللي انت بتجيبها او الفانكس مش حاجه ثانيه لكن انت ما بتتحركش على فعلا يروح هو بقى ايه؟ زي ايه الكلام ده؟ ورايح بقى على السيستم اللي فيه الجير يدور على اليمين وشمال. ماشي؟ يبقى انا بسمح لمين بس؟ بسمح للبولد يتحرك ووسع البولد طبعا محتاج اعمل البولد شويه ريزست شويه باور عشان اتغلب على مين؟ حركه الزيت هنا بزق الزيت ورا ورا قدام لكن مش انا اللي بحرك عليه. ماشي؟ يبقى ده احد اهم الابلكيشن الستيرنج سيستم اوف ماي ايه؟ اوف موبيل ايه؟ كوبايلوت. فانا ده واحد من اهم الابلكيشن بتاع الهيدروليك. ده كده الورك نوت دي اول شيء بس مش رجلها مش رجلها مرجع ده مساعد لكن اللي بيرجع في الاصل اللي هو ايه؟ ده هو ده اللي بيرجع هنا شغال. في واحد تاني بقى الترجيع بتاعه من ايه؟ من البومبس مثلا. هو ده كلوز ده هنا كلوز لوب. ماشي؟ بتاع العربيه. لو واحد منكم بقى عمل فكره زي كده تقدر تجيبها لي. دي احد الافكار اللي ممكن تكون توصل لها. نبص هنا احنا الابلكيشن عشان نمشي دي كانت فلاش لايت نبص عليها احد الابلكيشن اللي هو عايز يعملها ان هو عايز يرفع الطول ده هو عايز يرفع يبدا يعمل ايه يقول لك والله لو انا عندي السيرت عامله اللوب كل ما يرفع اللوب بيقع لوحده اوتوماتيك صح؟ شايفين عمل ده؟ كل ما يرفع طوال وحيد هو دلوقتي عايز يثبت لو بصينا على الحركه بتاعت السليفر السليفر بوزيشن مع الوقت تلاقي بص كده معايا معايا زي جسم معايا ركزوا فيها حاجه ما ينفعش اوصل لها تاني انا معيش ركزوا فيها مهم قوي بص كده معايا هتلاقي ان هو ايه؟ ركز معايا جسم البوزيشن عمال يزيد بفانكشن لينجن صح؟ وقف شويه فوق وبعد كده وقع تاني. البوزيشن كده البوزيشن عمال تعلى 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 وقف فوق وبعد كده وقع تاني. هو دلوقتي مش عنده الكلام ده، هو عايز يعمل ايه؟ في الاصل هو عايز البريك ده يطلع له اكتر من دور. يطلع في الدور الاول العامل ياخد بريك او تو او غلطه طلع ايه؟ بعد كده يطلع الدور الثاني ياخد حاجه ثانيه. فعايز يعمل ستيب موشن مش عايز يوقف تو بوزيشن مش ده عقله مش عايز يوقف بس عند ايه؟ تو بوزيشن ده عايز يوقف عند ايه؟ ستيب فانكشن هو يعمل دلوقتي هنخليها ستيب فانكشن ازاي؟ وده احلى ابلكيشن زي ما كان اسالك فيه الحاجه هنعمل ستيب موشن ايه؟ السلندر هيحط هنا النون ريتيرن فولف خلاص وهيحط بايلوت بايلوت ده بيدي سيجنال من فوق لتحت هو دلوقتي السيستم كله مقفول لان البريشر هنا ايه؟ خلاص انا بالاخر وانا هنا ما بتركزش لان مش محتاج بريشر تاني وبالتالي البريشر بيكون فين؟ ريليف اول ما هو هيبدا يشغل الشد الدراع ويغير البوزيشن هيبدا يكون يطلع فين؟ يطلع يروح لهم ويعدي ده هو مونتين فوق يروح ويطلع وقف قفل ويقف على الجسم هو كده عمل بوزيشن ولا لا؟ يا فوق يا تحت وقفت ما بقاش فوق زي الاول قال لك لا ما انا عايز اعمل تحكم في ايه؟ في ستيب
ابدا يعمل ايه بقى؟ بص كده ابدا يغير شويه تغيرات او وقف. بص كده عملت وقف ازاي؟ وقف على الستبس ولا لا؟ ستيب ستيب صوت. يعملها ازاي بقى؟ حد يعرف من السيجنال دي بتعمل ايه؟ انا اقول السيجنال دي السيجنال اللي فوق دي اللي هي الباي ده الخط ده اللي بيعمل ايه؟ طيب سيبك من البيانو، انا عايز توصل لحاجه معينه وبعدين اقول لك توصل ازاي. أو ما تيجي نفس الصباح ركزوا. ده موجود على اليوتيوب هم ليهم سيشن بس لو نزلتها من الويب سايت
تقريبا كانت فلوس يوتيوب هم رافعينه تقريبا وحاطين كاميرا تحت في الفرع عشان كان سكان على اليوتيوب خلاص تقدر تخش على اليوتيوب تلاقوا كل الفيديو بتاعك ليه خلاص حاجه كويسه حاجه باشمهندس او باشمهندس محمد هيجمعوا لي جدول كده يكتبوا لي فيه اسماء الناس وانا هيكتبهم بالدخول او هم هيكتبوا لي بالدخول مش مشكله خلاص كده؟ تحبوا قبل الفاينل اسم ولا بعد الفاينل؟ بعد الفاينل بعد الفاينل بعد الفاينل قبل الفاينل قبل الفاينل قبل الفاينل بس كده اللي يقول لازم يديني ميعاد مثلا قال قبل الفاينل اديني ميعاد بعيد عن المحاضرة مش في المحاضرة بتاعتك يعني انا لازم اديني 3 محاضرات بعد النهارده بعديهم حط مطعم كده فاهم كده بعد الفاينل برضك هتقول لي الميعاد وتقول لي المكان هل الكليه فاتحه ولا لا ماليش ولا الكليه فاتحه ولا بره خلاص كده فاهم